السلام عليكم البنات، معكم فاطمة تنفينيس. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم البنات جيتكم فيديو جديد نصايب معكم البغرير. بسم الله نقول لكم المقادير. عندي هنا البنات ثلاثة الكيسان تاع الفينو، كيسان تاع العنبه. البنات الكاس الثالث ما عمرتوش بالفينو، درت ليه النص وكملت ليه بدقيق الفورص، ومعلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، واحد خميرة الحلوة، شوية ديال الملحة والماء دافية. البنات بسم الله نخلطو معكم. كنديرو الفينو يا البنات، بسم الله هاد البغرير البنات انا كنعبرو كيصدق 100%، غير جربوها البنات اللي ما كيصدقش ليها البغرير، هذا راه ما تخافش غادي يصدق ليها. بسم الله نديرو الكاس، المهم كندير 4 كيسان ديال الماء دافي. الكاس الثاني والرابع البنات، وغنزيد الخميرة. الخميرة الحلوة والملحة البنات، نخلطو مزيان ونرجع ليكم. وغادي نخلطو مزيان البنات، هذا هو القوام ديالو، وغنديرو في هاد الزلافة هادي. هاد البغرير البنات كما قلت لكم راه ناجح 100%، اللي ما كيصدقش ليها البغرير هذا ان شاء الله راه غيصدق ليها، غادير الطريقة اللي درت ان شاء الله ينجح معكم. وبقاو معايا البنات باش نطيبوه. هو البغرير ديالنا البنات بعد ما خليته 5 دقائق، 5 دقائق البنات ما تفوتوهاش، بين ما سخنتو المقله. بسم الله دابا غادي نطيب فيه، وشعلت البوطا على عافيه مهيله شويه، نحطو المقله. بسم الله نديرو بحال هكا البنات، نهزو واحد القياس، المهم على حسب المقلة اللي عندكم. صافي نتسناو. هاي تبلينا مزيان بحال هكا البنات. هاد البغرير كيما قلت لكم راه كيصدق. بحال هكايا نصايب معكم واحد الجوج البنات ولا ثلاثة، هاهويا بحال هكايا نحيدو من المقلة، عاوتاني نهزو الخليط ديالنا. هذا ياك كيطيب البنات، والعافية كما قلت لكم تكون مهيلة شوية باش ما يتحرق لكم من تحت. صافي البنات بحال هكا، نحيدوها
شفتوها البنات، يعتبر كلها كيجي مثقوب كامل زوين. بغيت نصايب معكم واحده اخرى. كنهزو واحد القياس كما قلت لكم البنات، كل وحده تعرف القياس ديال المقله ديالها. وبقاو معايا البنات باش تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. هذه حتى هي قريبه تطيب. صافي البنات غادي نحيدها. شو تبارك الله راه كيجي زوين. هذا هو البغرير ديالنا البنات الشكل ديالو النهائي. شو راه تبارك الله راه كيجي زوين بزاف. شوف البنات راه ناجح 100% كما قلت لكم. اللي ما كيتصايبش ليها البغرير دير هاد المقادير هادو اللي درت، وبهاد الطريقه اللي درت ان شاء الله غادي يبقى يسبق ليها. وعندي هنا شويه ديال العسل وشويه ديال الزبده مذوبه. وشتو البنات تبارك الله راه كيجي زوين بزاف. شتو كامل مثقوب. شتو البنات زوين بزاف تبارك الله. وإلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم. وبسلامة عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.